أعرب عدد من زوار الوادي الجديد عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، حيث تمتلك الوادي الجديد مقومات سياحية فريدة ومتنوعة. احنا عاملين برنامج هايل على مستوى محافظة الوادي الجديد. عندنا خطة طموحة ان احنا نستضيف 1,000,000 سائح في خلال 23-24، بحيث ان هو يبقى بكورة السياحة العلاجية البيئية اللي مطلوبة دلوقتي على مستوى العالم كله. أهم محافظة للسياحة من ناحية المناطق الأثرية والسياحية، عندنا أماكن طبعا تتميز بالمياه الكبريتية زي بير 3 جناح، وفي أبار برضو تانية، عندنا الدفن بالرمال، عندنا كهوف الملح، وطبعا تتميز بالمعالم السياحية الكثيرة. احنا بندعو الناس ان هم يجوا الوادي الجديد. عرض الوادي الجديد عرض مقصد قوي جدا لينا، واكبر محافظه في مصر وكلنا مقصرين معاها. كلنا لو عرفنا الوادي الجديد بما تشمله من مقاصد سياحيه، فيها سياحه الصحراء، سياحه تاريخيه، سياحه الواحات، سياحه الابار، السياحه الفلاحيه، دي مقصد جديد علينا في مصر لو اضفناه. وكلنا محتاجين ازاي نتعايش مع الارض وازاي نتعايش مع الطبيعه.